آر. لاستضافة هوستنجر وتحدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة جاي لحضراتكم بشرح لاستضافة هوستنجر، وهنوريك ازاي تاخد أقل سعر ممكن لاستضافة هوستنجر. يعني لو لفيت النت كله مش هتلاقي أقل من السعر هنقدمه لحضرتك. حضرتك هنديك رابط بيديك خصم 20% خصم إضافي عن خصم الشركة. دي الشركة بتديك أصلا خصم 75%، هنديك 20% كمان زيادة عليهم من قيمة اللي هتدفعه. في البداية حضرتك هتحتاج ايه؟ هتحتاج حضرتك تضغط الرابط الموجود اسفل الفيديو. الرابط ده انكلودد فيه كود بيديك، يعني انت مش هتحتاج كوبون او كود تاني، هو نفس الرابط بس مش هتحتاج غير الرابط بتاعنا. تضغط الرابط هتظهر الصفحة اللي قدام حضرتك دي. لاحظ هنا فوق اللغة ايه؟ انجلش. لو نزلت تحت بص كده حضرتك، هنا في ثلاث انواع خطوط الاستضافة. خطة اسمها بريمم، بيزنس، كلاود، ستارت اب. بص الاسعار تقريبا 3 دولار، هنا 4 دولار الا سنت، يعني هنا 10 دولار الا سنت. في سعر اقل من كده؟ اه في سعر اقل من كده. هتعمل ايه؟ هتغير اللغه فوق. في نقطه عايز اوضح حضرتك هنا، طبعا النهارده الشرح انت ممكن تشوفه بعد اسبوع، بعد شهر، بعد اي وقت. ممكن دي في تركيبه بتعملها هوستنج، بتعمل ايه؟ بتغير الاسعار طبقا للغات. يعني في الوضع الحالي اسعار اللغه العربيه اقل، ممكن وقت ما حضرتك تشوف الفيديو يكون الاسعار اللغه الانجليش هي الاقل، فانت يعني تجرب الاثنين. فحاليا اول حاجه هتعملها هتدخل للغه الانجليش. بص كده الاسعار، ركز كده، لغة انجلش، نغير لغة الدول العربية. خد بالك لازم تكون داخل من الرابط بتاعنا عشان لسه في سعر تاني اقل من ده هناخده. بص كده السعر اتغير اهو، الخصم بقى 78% غير ال 20% اللي لسه هنديها لك. ننزل تحت، ده كان كام هناك؟ كان 2 دولار 99 سنت، هنا 2.59، هنا 3 دولار 79، هناك 99، هنا 9 دولار 99، ده تقريبا اللي متغيرش. ايه الفرق بين الثلاثة دول؟ بص حضرتك البريمم هو بيسميها خدمة مثالية للموقع الشخصي، موقع شخصي بتاع فرد واحد. هنا طبعا بيزنس، تطور مستواك، خدمة أفضل. هنا دي طبعا للشركات، دي أداء مثالي وأفضل ما يمكن، طب بس سعرها غالي جدا بالنسبة للفرد يعني. هنا أداء قياسي، هنا أداء لحد 5 أضعاف، موقع هيكون أسرع. هنا أحد 10 أضعاف، هنا 100 موقع، هنا 100 موقع، هنا 300 موقع. هنا الـ SSD السعة تخزينها 100 جيجا، 200 جيجا، 200 جيجا، هي 100 كويسة طبعا. نسخ احتياطي اسبوعي، هنا يومي، خد بالك نسخ احتياطي يومي، كل يوم بيكون في نسخه احتياطيه من موقعك. هنا يومي برضه. SSL مجاني غير محفظ، في الثلاثه متاح، نقل البيانات متاح في الثلاثه، بريد الكتروني مجاني يعني تستقبل اعاده من الزوار، دومين مجاني في الثلاثه، فيهم دومين مجاني. احيانا بيكون في خطه رابعه اسمها سنجل يعني، بس مش موجوده حاليا، بتكون لموقع واحد. دي عيبها الاساسي ان مش بيكون حتى سعرها لو كان اقل مش بيكون معاها دومين مكاني. وبشكل عام احنا مش بننصح بيها لو كانت موجوده يعني. انا انصحك تكون اختيارك في الثلاثه دول، ولو انت فرد واحد يعني هيكون بين الاثنين دول، لان دي تكلفتها عاليه جدا، هي يعني كتير عليك، بس طبعا هي ممتازه اكيد يعني، افضل مميزات ممكنه يعني. طيب انا يعني هنقارن بين الاثنين دول، يعني انت اختيارك يكون بين الاثنين دول، وانا برشح لك دي، وخاصة في الوضع الحالي ومع العرض اللي احنا بنقدمه لحضرتك مع السعر الأقل ولسه في 20% خصم كمان، ودي فرصة، فرصة ما تكررش. بص كده البريمم، هنا أداء قياسي، الأداء هنا أكتر 5 مرات، 100 موقع في الاتنين، ساعة تخزينها في الاتنين، إيه الفروق الجوهرية بينهم؟ هنا الأداء طبعا أعلى 5 مرات. هنا في حاجة اسمها CDN، فري CDN مجاني، هنا مجاني، هنا مش موجود. يعني إيه CDN؟ Content Delivery Network، شبكة توزيع المحتوى. يعني إيه؟ دي بتكون شبكة سيرفرات تابعة للهوستنجر، دي بتديك سرعة استقبال، سرعة يعني الوصول بيانات. يعني بمعنى لو حضرتك المحتوى بتاعك بيعتمد على الفيديوز والتحميلات، زوار كتير بعشرات الآلاف، الموقع بتاعك هيكون أخف استدعاء أي صفحة من موقعك من أي مكان في العالم بسرعة، فدي بتدي ميزة إضافية. فأنت حضرتك عايز تشتغل شغل احترافي، أنا بنصحك من البداية اختار الخطة البيزنس. طبعا لو يعني دي كويسة برضه، انت لو مش ظروف من مستعر تكلفه فرق كبير بالنسبه لك، خلاص اوكي خليك في البريميوم، دي حاجه ترجع لك انت. طبعا زائد في ميزات اخرى بالنسبه للورد بس، لو لاحظت هنا بص كده، هنا في نسخ احتياطي، ذاكرة التخزين عند الطلب، في ادوات ذكاء اصطناعي، الاي اي، في مميزات افضل بالنسبه للبيزنس، فانا بنصح بالبيزنس. طبعا حاجه ترجع لك، عايز تختار بينهم براحتك. هنفترض ان انت اخترت البيزنس، اضف الى السله مثلا، يبقى انت حضرتك هتعمل ايه من البدايه تاني؟ هتدخل على الرابط، هتغير اللغة العربي، تختار الخطة المناسبة، بس مش هختار الفرق بين التلاتة. هنا طبعا ما حدش بيختار شهر واحد، وما شهر واحد معهوش دومين احتياطي كمان، معهوش دومين مجاني.
اقل حاجه تختارها 12 شهر. بس في حاجه لاحظ كده، ان السعر الاقل دايما بتاخده لما تاخد مده اقل، 12 شهر، 24 شهر، 48 شهر. وبرضه دي النقطه الثانيه اللي بنبه حضرتك ليها، دي كل شركات الاستضافه سياسه عامه عندها بيديك اوفر لمره واحده بس. يعني ايه اوفر؟ يعني انا الاول سنه هديك سعر مخفض، السنه الثانيه هيكون في سعر تاني، في واحد بيطول لك المده، ومفيش حد بيديك لحد 4 سنين غير هوستنجر بالمناسبه. يعني هوستنجر الشركه الوحيده اللي بتديك الاوفر لحد 4 سنين، يعني 4 سنين ومعاك شهرين 50 شهر، وبعدين ايه يعني حلها ربنا. يعني انت لو عايز تشتغل بجد امشي بالخطوات دي بالظبط، اختار اعلى مده 4 سنين. وسعر التجديد كان في حاجه اسمها سعر التجديد، بص هنا سعر التجديد كام؟ 9 دولار، هنا 10 دولار تقريبا، هنا 10 دولار. كمان سعر التجديد بيكون اقل لو خدت مده اعلى، يعني انت خدت سنه مثلا، بعد السنه هيحصل ايه؟ هتجدد بالسعر ده، مش هتدفع السعر ده، لازم تنتبه دي من البدايه. يعني فانت من البدايه حضرتك تشوف تختار المده الاعلى 4 سنين او على الاقل سنتين، يعني حاجه ترجع ليك انت. لو افترضت خدت 4 سنين، انزل تحت كده، طبعا هتسجل حساب عن طريق حساب جوجل يفضل، يعني او بريد الكتروني، لازم يكون البريد صحيح عشان ده اللي هيتبعت لك عليه بيانات دخول الخطه. هنا وسائل الدفع، عندك بطاقه ائتمان، فيزا، في بيبال، كوين جيت، جوجل باي، فوري للمصريين. طبعا اتحلت مشكله الدولار، ممكن بطفي بطاقه الائتمان نفسها بتدفع بدولار عادي، وممكن عن طريق فوري بيحاسبك بسعر الدولار بتاع البنك. هنا دي مواجهه الخطه بتاعتك، السعر ده سعر 4 سنين، هو بيقول لك هنا المفروض السعر الاصلي تدفع الرقم ده، بس انت هتدفع الرقم ده ومع الكوبون بتاعنا او مع الرابط بتاعنا هتدفع كام؟ بص اديك 20 دولار فرق على طول، يعني هتاخد كمان 20 دولار خصم. دور في اي مكان في الانترنت مش هتلاقي الخصم ده، هتاخد السعر ده ل4 سنين. الخطه اللي هي الفول اوبشن دي الخطه افضل خطه البيزنس دي، وخمس سنين يعني 50 شهر وتنام بقى، يعني مفيش احلى من كده. هنا عندك كمان حاجه هويز برايفسي، دي مجانا، دي حمايه خصوصيه الدومين، يعني الدومين بتاع حضرتك لو حد يعمل عليه سيرش مش هيعرف متسجل باسم مين، هتستكمل بياناتك عادي، بيانات البطاقه الفيزا بتاعتك. هنا في استرداد امانه من 30 يوم في حاله الخطه ما عجبتكش، تدفع ارسال الدفع الامن، هتبعت لك على الايميل اللي انت سجلت بيه بيانات دخول خطه، ومن خلال يعني اللينك بتاع لوحه التحكم، ومن خلالها هتضيف بشكل مجاني دومين في السنه الاولى. لحد كده يكون انتهى شرحنا النهارده، ارجو انكم تكونوا استفدتوا من الشرح وتستفيدوا بالخصم. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير الفيديو وعمل سبسكرايب للقناه، وشكرا جدا لحضراتكم.